السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. نكمل لعبة لوري لاي ليزر آيز. خلينا نحل ألغاز الأبواب. هي عندنا 9 مفاتيح، حلينا 5 أتوقع وباقي 4. خلينا نشوف الأشياء اللي ما حليناها. اوكي، غرفة 82. المفروض في 4 أبواب ما حليناها. وغرفة 53، 82، 53، 62. المفروض في غرفة بعد. بس 3؟ ما أتوقع بس 3. 82، 53، 62. والله غريبة، هم كم باب؟ هم أتوقع أنهم 9. شوف، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9. ليش باب ناقص؟ أو يمكن أنا فتحت 6، كنت فتحت 6 أبواب وأنا ما أدري. أوكي، 82، 53، 62. أتوقع في باب هنا اللي هو هذا. كم هذا؟ 82. باب 82، ندور مفتاح 2 اللي هو هذا. اوه، تلفزيون هنا. طيب ايش اقول لك؟ لان هذا يشرح لك، يقول لك 1982 فيديو ستيشن افري داي وي فيزيت بارالل رياليتيز اون اور سكرين. 1982 ذا ارتست امبلويز ذس ايديا تو شو اس هاو وي كان بيرسيف ذا سيم سبيس ان ديفرنت واي. ذا ورك اتسيلف ليفز اس وندرين اباوت ويتش از موست ترو، the reality around us or the one on our screen. أنا أشوف بس الباترن حق الباب عشان أعرف كيف الأرقام. 82، ذو الدائري، البوكس الدائري. اوه، يبغى لك تحفظهم. 0، 6، 5، 8. بس كيف تعرف اي هو فيهم؟ اعطينك الارقام بس البداية كيف تعرف؟
طيب شكل الباب أعلمك. يمكن أول ما يعتذر، بس من وين أبدأ؟ يمكن إذا اعتذر التلفزيون، بس بس غرفة صغيرة. صعوبتها تعرف البداية، يعني هذا تعرف إن الصفر واحد. والتلفزيون يمثل الصندوق، شوف الثلاثة اوكي، هذا الصندوق يمين الصندوق. أو يسار الصندوق، شوف الثلاثة يسار الصندوق. بفترض أن على اليمين اثنين، الله يبغالي أكتبهم، بس بفترض أن على يمين الصندوق اثنين وعلى يسار ثلاثة. أجيب ورقة وقلم بس. هذا الصندوق على يسار ثلاثة، وعلى يمين اثنين، ودور عكس عقارب الساعة. تسعة تسعة سبعة أربعة، اثنين تسعة سبعة أربعة اثنين، صفر ستة خمسة ثمانية. ما رسمت هالدائرة، ثمانية واحد اوكي، نروح نجرب يلا نكون ضبطناها.
هذا هو الصندوق الدائر. أنا افترضت أن هذه 3 وهذه 2 والواحد يعني هني 1، 9 بعد 3، 8 قبل 1، والاثنين في أقصى اليمين. يب، لا لا والله ما زبطت. طيب خلنا نعكسهم، إذا بتعكسهم بتصير هنا 1 والتسعة بتصير هنا. والثمانية هنا والاثنين هنا. لا والله صعبة هذا، والصعوبة انك انت تجيبهم. تأكد انه هو نفسه. عجل، خلنا نعتبر 0 هنا والتسعة هنا، يعني انا ممكن ميلت يعني 0 هنا والتسعة هنا، فيصير الواحد هنا والتسعة هنا. والثمانية هنا. والاثنين هنا. لا. طيب نعكسهم، 0 هنا 9 هنا. واحد 9 8 2. صعبة حركة الدائرة هذه. خلينا نرجع، لا لا خلصنا. أو يمكن تشوف ال، يمكن اللي يظهر لك في الشاشة هو 6. هم كم رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يمكن الرقم اللي أشوفه في الشاشة، بس كم رقم أنا أشوف؟ أشوف 6 و5.
1 3 9. ما في طريق انك من خلالها أو نعتبرها مثل الساعة، بس الساعة 12 المشكلة. خلينا نعتبرها مثل الساعة. يعني أتخيل الساعة الدائرية وأشوف موقع 1 و9. من هنا مش واضح. يعني 1 هنا و9 هنا و8 هنا و2 راح يكون هنا. لا، ما تعتبره زي الساعة. شوف هذا المستطيل في النص مثل التلفزيون. بس أتوقع أن الشيء اللي أنا سويته صح، أن أخلي يعني 3 هنا و9 هنا. و8 هنا. ما أحسها صح. لحظة، يمكن تاخذها من هنا اثنين. أنا أشوف على جهتها، يعني جهتها اليمين،
تسعة، الجهة المقابلة يمكن صفر، بس جربتها. أو يمكن بالعكس، أوكي طيب خلنا نفترض أن جهة التلفزيون اليسار صفر والجهة هذيك ثلاثة، إن شاء الله تزبط. هي خربطة شوي، لو تغلط في رقم واحد يعني تغلط في ترتيبهم مثل الدائرة، يعني لو تزيحها رقم ما تزبط معك. هذا هو الصندوق، اوكي. اذا افترضنا الصفر جهة يسار التلفزيون، يصير الواحد هنا والتسعة هنا، هو نفس الشيء، الثمانية هنا والاثنين هنا. اي والله انفتح الصفر، الصفر هو جهة يسارته. اوكي بقول لك دلفين بيتوف ممبر اوف ذا كالت افانت جارد باند ريفيسن واز وان اوف ماني هو هاد جوين ذا ثيرد اي اند لايك ماني بيتوف ليفت ان ذا بيج زوتس افتر ذا فيموس بيلجريمج ان 19 شي سيمد تو شارب تو بليف ان ذس ستاف. The rest of us had fallen for. She acted as if she searched for buried treasure, but she had something hopeless in her eyes. Those eyes, how far did they see? ما استفدنا شيء. والمفروض أتوقع كل صندوق في معلومة تعطي المرة العمية. وصلنا 80% completion، بس هذا ما أشوف شيء يعني مفيد. 1 2 3 4 5 6 هو فعلا احنا فتحنا من قبل 6. Member of the cult of Vanguard. طيب نروح نشوف الباب اللي هو mental note. اتوقع باقي علينا بابين باقي البوكسين هذول 53 و 62. ما أدري إذا يمدينا أبحث عنهم في الخريطة. 53 يمكن يكون هذا سنة 53، أنا قريب منه. طيب كيف توصلنا من المكان اللي أنا فيه؟ لازم هو لازم مشوار، لازم أطلع
لازم أتوقع أطلع من هنا بعدين أجي هنا. أتوقع أنك تجي هنا. أنا هنا. بعدين تاخذ يسار. يمين أو يسار قصدي، يسار المفروض إنك تشوفه، هذا هو الباترن. أوكي عرفته. سنة 53 واو، هذا كل واحد منهم يمثل شو اسمه، 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أقول لك سنة 1953 and the same reality exists simultaneously one in a room when televised then individuals only identifiable on the screen perhaps comment on our fixation with television or remark on individualism versus collectivism. The artist traps the meaning in the mystery as asking us who would you be and where would you send if you أو يمكن تشوف المرة، يعني شوف هذه المرة اللي فيها فرق رقم اثنين، يعني هذه اثنين أو هذه، ما أدري أي واحدة فيهم تشابهين والله. بغيرك تشوف واحدة واحدة، هذه الثلاثة. يمكن يقصد هذه أربعة أو هذه، ممكن هذه، خلني أكتبهم، راح أفترض هذه أربعة، طرفية أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. خمسة هو هذا اللي يطلع في وجهك. ستة أعطتنك الجزء الأيسر منها. بس والله مو واضح. شوف في أسهم، يعني كل واحدة أنظر لها من كل واحدة تنظر لها حسب السهم أتوقع. أوكي وش البنت اللي إذا نظر لحظة، هذه المفروض البنت إذا نظر لها، يعني هذه شوف ستة هذه، أنا نكتبهم من جديد. خلنا أحط أول شيء كده المربعات، 1 2 3 1 2 3 4. واحد
اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. لا لا، رسمتي غلط. وعندك ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، بعدين يجيك واحد اثنين ثلاثة أربعة. بعدين يجيك واحد اثنين ثلاثة، المجموع 10، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أوكي، هذه 6. لازم ترتيب. اوكي، اتوقع لازم انت توقف. هذا قفاه، قفاه. واحد ممكن يكون هذا، ان هذا اذا وقفت حسب السهم راح تشوف قفاه، فهو 7. وأنا أحتاج هذه الغرفة كم؟ 53، الغرفة اللي أنا فيها بقى 53، 53. يعني أدور الواحد، الواحد والتسعة والخمسة والثلاثة، ما يحتاج أجيب الباقي. التسعة، أي التسعة أحتاجه. هذه بنت من قفاها اللي هي هذه، فالتسعة راح يكون هذا، هذا أحتاجه. الصفر ما أحتاجه، الواحد أحتاجه من الجهة اليسرى، هذا هذا الواحد، لأنك لو توقف بتشوف هذا الشكل. أوكي، باقي الخمسة والثلاثة. ثلاثة أحتاجها، ثلاثة في وجهك اللي هي هذه، يا هذه الثلاثة. باقي الخمسة، أو يمكن تكون هذه، صح ممكن تكون هذه. في ثنتين والله، ما شكت، ما فهمته. لأن هذي لو وقفت طيب، خلنا نشوف الخمسة. الخمسة هذا، طيب خلنا نجرب.
على طول جنب مصعد الدار الثاني. لا مش هذا اللي هو ممكن، ايه هذا، ان هذا الواحد التسعة هذا والخمسة هذا الثلاثة متحير بين هذا وهذا. اي والله طلع هذا، طلع هذا صح، ما يحتاج تجيبهم كلهم. Okay, dropping out university 1953 was not something that resonated well with her parents, but she was at heart artisan, and during the early 50s she tirelessly worked with her art puzzle books, which living on commission work, ranging from design for large corporation to a new logo art puzzle boxes. اتوقع بقى صندوق واحد فقط او صندوقين. لا والله صندوق واحد، خلينا نشوف. هذا فتحنا هذا اللي بقى، أو اثنين. إيه بقى واحد بس. له اللي هو هذا. شوف أي سنة. اثنين وستين. أتوقع 62 ولا والله غريب شكله. طيب لو نكتب لها نسيب. لها آرت بازل. هي عبارات الظاهر يبغوك تستخلص منهم عبارة، ما تحطها كوبي بيست. في بعض الصناديق تعطيك عبارة كوبي يعني تاخذ الكلمة بس، في بعضهم اتوقع انت يعني تستنتج، وش تستنتج من عبارة ارت بازل بوك. تستجيب. كيف الدور الثالث ما فيه؟ اللوفت. ايوه في اللوفت.
ما أدري هل هي هذه الغرفة؟ هي هذه هي، هذه 38، بس هذه وش؟ لوفت ستوريج. سنة 62 كنا نكون في الدور الأول. غرفة رقم 62. في يوتيوب اتوقع في الخريطة الاولى، دور الاول ما ادري وين. في المنتل نوتس يقول لك في الدور الاول، بس فتش الدور الاول ما شفت. أتوقع هذا هو اللوفت. غرفة الريفولفر. غرفة الريفولفر. أخيرا وصلنا للغرفة 1962، الغرفة الوحيدة اللي باقية 1962. واو، هنا وش يقول لك؟ 1962 usage just to look around, perhaps even out the window of our own personal space to let symbols meet ideas. The work is open to several interpretations, but the artist leaves us a clue when examining its symbolism from specific perspectives. Beliefs are only true when beheld in solitude. هذا وش الكاميرا؟
هذه الأشكال، ويعني أشوف كل شكل. والباب أشكال، بس أنت يبغالك تشوف كل شكل. وش الرقم اللي مثلا؟ طيب هذا وشو؟ 4. أوه، يعني الأرقام أنت تشوفهم في المراية أشكال، كأن هذا يعني هنا الاثنين هذا. طيب الثلاثة؟ يعني 9 هذا، والسبعة هذا، والثمانية، لحظة، والثمانية نجمة. يمكن هذا قصدهم. طيب خلنا أكتبهم. 9، 1، 2، 3، 4، 9 سداسي. 9 هذا، ها؟ والله يتهيالي هذا 9. اوكي، 9 سداسي. ألف تسعمائة اثنين وستين، نحتاج 9، ونحتاج 1. ما نحتاج هذا، خلينا نشوف 1. هذا 1 شكله، لازم بالكاميرا يبحث عن 1. 3، 5، هذا وش هذا؟ مثلث. اوكي، هذا لا، ابغى رقم 1. 4، هذا هو 1. كل 1 راح يكون زائد. اوكي، 1 زائد. اوكي، باقي 6 والاثنين. وين 6؟ هذه 7 وهذه. اح، وين 6؟ يمكن يكون المثلث. أنا إذا قلنا 4 راح يكون 1، باقي المثلث بس المفقود. يمكن مثلث. في شيء تحت.
1 7 أحس في أرقام ناقصة. صفر، واحد، طيب وين الاثنين؟ لا أوه، الاثنين من هنا تشوف اثنين، له متوازي أضلاع، ومن هنا لحظة، أوه، من هنا تشوف خمسة، يعني المثلث. المثلث خمسة. أي بس وش اللي من هنا تشوفه؟ أو يمكن يكون الستة، يمكن الستة هذا أو العكس. أتوقع هو هذا ستة وهو تسعة. الستة يصير تساعي، الستة يا تساعي يا سداسي، أنا نقول تساعي. 1 2 3 5 6 7 نقول ستة. والاثنين، الاثنين قلنا متوازي أضلاع، اثنين متوازي أضلاع، لأن من هنا تشوف اثنين. ما أدري إذا فهمتها صح. أوكي خلنا نشوف. الواحد قلنا زائد، والتسعة قلنا سداسي، والستة قلنا هذا اللي هو تساعي، والاثنين قلنا متوازي أضلاع. يب هذه جينيس. What ultimately changed her mind was when her mentor Anna, she told.